أبدأ الشيخ متعب. تفضل يا شيخ، تفضل، معك المايك. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لمثل هذا اللقاء المبارك مع هذه الكوكبة الطيبة من طلبة العلم والمشايخ، ثم الشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل على هذه الجهود الطيبة والمباركة، والتي أسأل الله تعالى أن تكون نافعة. محاضرتي كما لا يخفى عليكم وكما أعلن فضيلة الشيخ متعب هي حول دور الأسرة في التنشئة الصالحة. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن للأسرة دورا كبيرا في قضية التنشئة الصالحة، ذلك أن الله جل وعلا أمر الوالدين بتربية الأولاد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أيضا الوالدين بتربية الأولاد وبتنشئتهم التنشئة الصالحة الطيبة. ولا يخفاكم بأن الأسرة تمثل نواة المجتمع، فالمجتمع يقوم على مجموعة من الأسر، فإذا صلحت الأسر صلح المجتمع بإذن الله، وإذا صلحت مجتمعات المسلمين صلحت الأمة بأسرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بأن العناية بالأسرة أخذت مساحة كبيرة في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في كلام الصحابة والتابعين وفي كلام أهل العلم، بل إن أهل العلم يتنادون منذ زمن بعيد في كل مصر وعصر في يتنادون إلى مسألة العناية بالأسرة، ولهم اجتهادات في هذا مشكورة ومذكورة، ومن جملة ذلك المصنفات الكثيرة التي أثروا بها المكتبة الإسلامية فيما يتعلق بتربية الأولاد وتنشئة الجيل على الخير والصلاح. والواقع بأن مسألة التنشئة الصالحة للأولاد لا يمكن أن تأتي هكذا بمثل ما يقولون ضربة حظ، ولا هكذا كما يقول بعض العوام المصلح في السماء. صحيح كلمة حق، لكن أحيانا يراد بها باطل، فالإهمال وترك الأولاد وعدم تربيتهم وعدم تنشئتهم التنشئة الصالحة لا شك بأن هذا سبب من أسباب انحراف كثير من الشباب، سواء في باب الشبهات أو في باب الشهوات. ولذلك مسألة التربية مسألة هي ضمن نطاق التكليف، الله جل وعلا كلف الوالدين في مسألة التربية، والأسرة تمثل المحضن الدافئ، وتمثل أيضا المكان الأول في قضية التنشئة الصالحة. صحيح هناك مجموعة عوامل، هناك مجموعة جهات تسهم إسهام كبير أيضا في المشاركة في التنشئة الصالحة، لكن القاعدة الأساس هي الأسرة، القاعدة الأساس هي الأسرة. عندنا التعليم له دور كبير، لكن لا يمكن أن يكون مثل دور الأسرة. عندنا الإعلام له دور كبير، لكن لا يمكن أن يكون مثل دور الأسرة. عندنا مجموعة حقيقة يعني جهات، مجموعة عوامل، هذه كلها بإذن الله تعالى تسهم إسهام كبير في قضية تنشئة الجيل تنشئة صالحة بإذن الله. في الواقع يعني إذا أردنا فعلا أن نخرج جيل طيب معتدل مستقيم، جيل يقف على قنطرة الوسطية بعيد عن الغلو الغلو والجفا، بعيد عن الإفراط والتفريط، جيل فعلا كما أراد الله كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد حقيقة من استعمال جملة من الوسائل، وإلا فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. أول ما ينبغي الاهتمام به هي قضية الاختيار، اختيار يعني بين الزوجين، فالزوجة تختار الرجل الصالح والزوج يختار المرأة الصالحة، وهذا قد نبه عليه
نبهت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام نبه الأزواج على أن يكون أولى اهتماماتهم أو أول اهتماماتهم في سلم الاهتمامات أن يكون الاختيار المبني على الدين، لأن المرأة الدينة، المرأة المستقيمة، بالمجزوم المحقق أنها ستزهم إسهام كبير في تنشئة الأطفال تنشئة صالحة، وهذا لا يحتاج إلى برهان، والواقع خير دليل. فالمرأة المستقيمة الصالحة تجد عنايتها بتربية أولادها يعني عناية فائقة جدا. وانظر مثلا إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الإمام الشافعي رحمة الله عليه هذه المدرسة العظيمة، لو تأملت في المحرك لهذا الإنسان والدافع لو تجد والدته أسهمت إسهام كبير. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة تجد أن لوالدته دور كبير في تكوين شخصيتي وفي جعلي في مثل هذا الأمر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كثير من رموز الإسلام، كثير من النخب التي سواء في المعاصرة أو في لما نستقرأ السير في السوابق التاريخية نجد بأن يعني الأم لها دور كبير، الأم الصالحة. في المقابل تجد الأم التي ليس لها حظ من الصلاح والتدين عندها من الإهمال الشيء الذي مخرجاته وثمرته هذا الجيل المتهتك، هذا الجيل الذي في الواقع بعيد عن الالتزام بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، بل حتى ينقلب على العادات والتقاليد على أقل تقدير. في المقابل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نبه أولياء النساء ونبه النساء على ضرورة الاختيار أن يكون مبني على التدين أيضا بالنسبة للزوج. فقد جاء في السنن بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك من المهم جدا أيضا أن لا يرد الرجل الصالح المتدين ذو الخلق الحسن، هذا لا شك بأن يسهم إسهام كبير بإذن الله في قضية إخراج جيل طيب وتنشئة أولاد صالحين بإذن الله، يعني يسهمون إسهام كبير في عز الأمة ورفعة الملة. ولذلك من المهم جدا النظر إلى هذا الأمر، هذا حقيقة يعتبر أساس في قضية التنشئة الصالح. الأمر الآخر استعمال الطرق الشرعية والوسائل الشرعية في التقاء الزوجين، هذه حقيقة مسألة قد يغفل عنها بعض الناس وهي لها أثر في قضية التنشئة والتربية والبركة أيضا في قضية الأولاد. عندنا مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يتمثلها الزوجان في مسألة المعاشرة الزوجية، في العلاقة، في أشياء كثيرة، حتى في مسألة الولادة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما نبه الزوج والزوجة إذا غشي الزوج زوجته يعني العلاقة الحميمية أن لا ينسى ذكر الله عز وجل وأن يقول بسم الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذه النطفة التي ألقاها في رحم امرأته، بمعنى هذه النطفة ينبغي أن تكون محفوفة بذكر الله حتى لا يكون للشيطان نصيب ولا حظ في هذا. النية الصالحة الطيبة في قضية الاقتران، اقتران الزوج بزوجته والزوج بزوجها لأجل يعني ابتغاء أيضا الذرية الصالحة الطيبة. قضية الأذان في أذن المولود جاء في السنن بإسناد لا بأس به، ويعني كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق يعني يجودون إسناد هذا الحديث على مشروعية الأذان في أذن المولود حتى يكون أول ما يقرع سمعه وقلبه ويدخل إلى صدره هو هذا التوحيد والإيمان. أيضا ما يتعلق بقضية الإقامة الحديث ضعيف جدا لا ينجبر، لكن مسألة الأذان، قضية العقيقة، العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، فيها افتداء نفس بنفس. ولذلك العقيقة أيضا يعني فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة تعود على الولد
بالصلاح. ولذلك تجد بعض الأولاد اللهم بارك عليه سكينة، تجد لما تفتش تجد بأن هذا سببه الوالدان، يعني من خلال استعمال يعني مثل هذه الآداب والأحكام الشرعية. تجد بعض الأولاد فيه شيطنة، وهذا واقع يعني، لكن ترجع تجد بأن هناك إهمال من الزوجين في قضية رعاية مثل هذه الآداب والعناية بمثل هذه الأحكام الشرعية. أيضا مسألة أخرى، الالتفات إلى الأولاد منذ نعومة أظفارهم بتلقينهم التوحيد والإيمان، تلقينهم ما يجب عليهم أن يعتقدوا، هذه مسألة في مرتبة الضرورة والأهمية. وقد ورد حديث إسناده ضعيف، لكن أهل العلم على العمل به، افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، والعمل جار منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا في قضايا التربية، أن أول ما ينبغي أن يفتح على الصبي أو على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى مسألة يعني هذه العقيدة، هذا الإيمان، هذه مسألة الغاية من الخلق، لماذا خلقنا الله عز وجل، هذه التربية المبكرة في واقع الأمر تسهم إسهام كبير في تحصين الأولاد من سهام الشبهات، سهام الشهوات، من شياطين الإنس والجن الذين يقعدون لأولادنا بكل صراط وبكل سبيل، فيكون هناك لديهم حصانة وتطعيم إن صح التعبير عن مثل هذه الشبهات أو الشهوات أو هذه التلبيسات الشيطانية الإبليسية التي يراد منها يعني خلعهم من ربقة الإسلام. ولذلك هذه حقيقة مسألة في مرتبة الضرورة والأهمية، تلقين الأولاد. الآن كثير من الآباء يقولون والله بدأنا نواجه أسئلة محرجة من الأولاد في مسألة من خلق كذا ثم من خلق الله، فيقول نقف حيارى عاجزين أمام هذا السؤال، وهذا سببه قد يكون إهمال، وقد يكون الولد يعني أسئلته مبكرة، لما بدأ يتلمس ما حوله بدأ يستفصل ويستفسر ويستفهم عن هذا الوجود وعن الخالق. لكن لما يسلك المسلم الطرق الشرعية والقواعد المرعية في مسألة ربط الولد بقضية العقيدة والإيمان، هذه كفيلة بإذن الله أن يحصل على الأجوبة من خلال هذه الخطوات التي سلكها. مسألة أخرى من أهم ما يمكن أن يمثل حقيقة ركيزة أساس في قضية التنشئة الصالحة، القدوة الصالحة. ولذلك إذا أردت فعلا أن تختصر الزمان وأن توفر الجهد في قضية التربية، كن أنت وكوني أنت قدوة لأولادك. ولذلك القدوة هذه سبحان الله العظيم تختصر الزمان وأيضا الجهد في قضية التربية، لأن طبيعة الأولاد يقلدون منذ نعومة الأظفار. تشوفون بعض المقاطع تجيك بنت صغيرة بالكاد تمشي محجبة، اللهم بارك، ليش؟ لأن شافت أمها تقف في الصلاة محجبة وصلت. تشوف الأولاد بعض الأحيان حتى أنه يرفع صوته في آمين، يرفع صوته، لماذا؟ هذا تأثر بوالده، ولذلك الولد سر أبيه. فإذا أردت أن يصلح ولدك فكن أنت كما تحب أن يكون ولدك، لأن الولد سر أبيه إقبالا وإدبارا، إقلالا وإكثار. ولذلك يقول الأول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فقضية القدوة مهم، القدوة مهم، ولذلك التأثير بالفعل أكثر من التأثير بالقول. الآن سبحان الله كثير من الأولاد يقلدون آباء، سواء الأب أو الأم، في المشية، في الكلام، في كذا، حتى في التفكير. يعني كثير من الأولاد يعيش في جلباب أبيه، كثير من البنات يعيشون في عباءة أم، بمعنى أنهم يتقمصون الشخصية كامل. لا تعجب إن وجدت طفلا صغيرا يشرب الدخان أو بيده سيجارة مثل ما يقولون، لماذا؟ لأنه شاف أبوه. القدوة والمثال الذي ينبغي أن يأتسي به يشرب الدخان. لا تعجب إن وجدت ولدا يدخل على مواقع محرمة لأنه اكتشف بأن والده اللي يمثل قدوة يدخل على هذه المواقع. لا تعجب إن رأيت بنتا تكذب لأن شافت أمها القدوة، أو مثلا
ما اعتنت بحجابه لأن شافت أمها القدوة. ولذلك مسألة التأثير بالفعل أكثر من التأثير بالقول، وهذه طبعا طريقة يعني جارية وهي سنة ماضية، حتى إن شعيب عليه السلام ماذا قال؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالتأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول، ولذلك من أهم ما ينبغي العناية به أن يكون الوالد سواء كان أما أو أبا أن يكون قدوة حية ومثال رائع وجميل في مسألة التربية. يعجبني كثير من الآباء يقول أنا أدخن لكن ما أحد يدري عني لأني أخشى، يقول يدخن أنا أعترف بأني مخطي وكذا لكن يقول ما حد يدري لا زوجتي ولا أولادي، ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. هذا يعني على أقل تقدير لديه شعور وإحساس في قضية التربية. مسألة أخرى ما يتعلق بمسألة التلقين، التلقين مهم جدا، التلقين خاصة الفترة العمرية إلى 10 سنوات، هذه الفترة تحتاج إلى مسألة التلقين لتنشئ جيلا صالحا قائمة على قضية التلقين والتعويد سواء بالقول أو بالفعل أو بالممارسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب معلوم بأن القلم لا يجري إلا بعد البلوغ، لا يجري القلم على الإنسان كتابة الحسنات والسيئات إلا بعد البلوغ، إذا لماذا هذا الأمر منذ وقت مبكر؟ لأجل التلقين والتعويد حتى تصبح الصلاة لهم عادة ونفوسهم إلى بيوت الله منقادة وحتى يتعلقوا بهذه الصلاة. لماذا؟ لأن أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الركن العظيم الذي فيه طمأنينة وراحة وانشراح صدر، الركن الذي فعلا إذا تعلق الإنسان بالصلاة فتساقطت كثير من الأشياء التي ربما تمثل مهددات لمسائل التربية سواء على الولد أو على المجتمع. التلقين والتعويد في هذه الفترة مهم جدا، حتى في مسألة العادات، يعني العادات لها ارتباط وثيق بالشرع. يعني بعض الناس الآن لديه تصور مغلوط في مسألة العادات على أن العادات مرفوضة جملة وتفصيلا، وهذا غلط. العادات قد يكون لها ارتباط بالشرع، قد تكون من الشرع. يعني مسألة والله مثلا يا بنت هذا عيب، عيب لماذا؟ عيب لأنه مخالف للشرع. فكلمة عيب وكلمة هذا خطأ وكلمة كذا هذه مهمة جدا، هذه ترتبط بخلق الحياة، هذه ترتبط بقيم إسلامية. ولذلك مهم جدا أن الأولاد في هذه الفترة يعودون على ويلقنون ويزرع فيهم الخير زرعا حتى يعني يؤتي أكله بعد ذلك، لأن الولد منذ أن ييبس عودة ويطر شاربة خلاص يبدأ الآن مرحلة جديدة، يدخل في عالم جديد. فإذا كانت التنشئة والتربية سليمة سبحان الله أثرت، حتى لو حصل نوع من الفتور، نوع من نقول التمرد أحيانا، فإنه سيرجع إلى أصله، وهذه سبحان الله مجرب. كل من اعتنى بأولاده في هذه المرحلة السنية حتى لو الولد حصل عنده نوع من الانحراف، نوع من الفتور، نوع من كذا، يرجع إلى أصل التربية، يرجع إلى عشه، يرجع إلى بيئته، يرجع إلى مناخه الذي كان يعيش. لماذا؟ لأن أحيانا بعض الأولاد قد يزين له شيطان من شياطين الإنس، شيطان من شياطين الجن، قد يكون عنده يعني الرغبة في المغامرة، الرغبة في اكتشاف بعض الأشياء، فبعد ذلك يكتشف بأن هذا مجرد سراب يحسبه الظمآن ماء، مجرد وهم، هذا مجرد أشياء كذا، فيبدأ يرجع. بخلاف الذي ما تربى وما تنشأ وما نشئ على مثل هذه القيم والمبادئ، إذا أراد الرجوع وين يرجع؟ يرجع إلى 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 لا شيء، يرجع إلى مثلا تربية سيئة، فهو سيبقى حائر في يدور في حلقة مفرغة ليس لها نهاية. ولذلك أخواني بارك الله فيكم، مسألة التنشئة، مسألة التلقين والتعويد مسألة مهمة، والعناية بالعادات. الآن لو تتأمل خاصة نحن في مجتمعنا الخليجي تجد كثير من العادات، أنا لا أقول كل العادات، في عادات سيئة عندنا، في عادات تتصادم مع النصوص الشرعية، لكن كثير من العادات طيبة. يعني أذكر بعض الزملاء، لاحظ مثلا قضية
المرجلة والتعويل على مسألة والله الشجاعة أو شيء من هذا القبيل. أذكر زميل من زملائي تخرجنا جميعا من الثانوية وكلنا افترق في طريق، أنا ذهبت في طريق هو طريق علمي طبعا، هو في جهة دخل في جهة أخرى. يقول أول يعني ما أردت العمل واجهت مواجهة عنيفة جدا، ووجه لي كلام قاسي جدا، هذا الكلام ليس فقط جرح مشاعري بل جرح الأعماق، وحتى أني كنت أفكر تفكير يعني غريب جدا. لكن يقول الذي منعني ما هو؟ اللي منعني أني أنسحب من هذا العمل يقول أخاف يعيروني، يقولون ها ما تحمل مثل ما يتحملون الرجاجيل، ما عرف كيف يتعامل، يقول والله ما منعني الله. الآن ما شاء الله هو في رتبة كبيرة جدا، الآن هو يضحك على أيامه. ليش؟ لاحظ المجتمع لما ربى على مثل هذا الشيء فعلا أصبح هذا هذه العادة اللي تعودها هي الشجاعة من الإسلام، المرجلة أيضا، قضية عدم يعني فعل شيء يمكن أن يعتذر منه، الخروج بصورة سلبية أو سيئة نفعته بإذن الله عز وجل. يقول أنا لو طلعت في ذيك الأيام ممكن الآن أشتغل مثلا برتبة متدنية، أو أشتغل بعمل يعني ممكن سخرة من الأعمال التي من قبيل السخرة، الآن اللهم بارك مرتبة كبيرة. هذا استحضرته الآن في صورة تعكس مدى تأثير بعض العادات والتقاليد الطيبة على المجتمع، على الأشخاص. مسألة أخرى ما يتعلق بالتنشئة الصالحة، من الأخطاء حقيقة التي يرتكبها بعض الناس بحسن قصد فيما يتعلق بالتربية، الحرص الشديد أحيانا يدفع إلى نتائج عكسية، بمعنى بعض الناس عنده انغلاق في على نفسه وعلى أولاده. بعض الناس الآن يريد من أولاده شيء، لكن الله عز وجل خلق في الإنسان أشياء يحتاج الإنسان أن يقضي وطره في شيء. يعني لما نتأمل في النصوص هناك يعني شيء يخص الروح، شيء يخص البدن، يعني كما أن الشريعة جاءت بالسعي للآخرة قالت ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كما أن الإنسان مخلوق من روح وبدن، كذلك إذا كل البدن طلب الراحة، الروح كذلك إذا تعبت وكلت تطلب الراحة. يقول علي رضي الله عنه يقول أجم هذه الأرواح والقلوب فإنها تكل كما تكل الأبدان، أو كما قال كان الأئمة رحمة الله عليهم كالشافعي وغيره كان يعطون لأنفسهم فرصة ومساحة في قضية ممارسة اللهو البريء، الخروج إلى الصحراء مع الطلاب وكذا، لأن القلوب تمل. ولذلك الأولاد الله عز وجل خلق في النفس البشري أول مسألة حب التملك، توفير الألعاب، توفير الأشياء للأطفال منذ نعومة أظفارهم، هذا مسلك شرعي. عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تلعب باللعب ومعها صويحباتها ويذهبون، وإذا بفرس له أجنحة فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال فرس له أجنحة؟ قالت ما سمعت بخيل سليمان؟ هذه ما فطرة، ما اعترض النبي عليه الصلاة والسلام عليه. توفير الألعاب مهم جدا مع الرقابة، الآن نحن في عالم التقانات، عالم الآن أصبح الأولاد ما عندهم مثل ذاك التفكير الذي عند الجيل السابق، والله يشتري لعبة وسيارة أو يعني لعب وكذا، أصبح عالم التقانات، عالم التكنولوجيا كما يقولون. إذا نحتاج أيضا إلى رقابة، هذه مسألة التملك. مسألة أيضا اللهو البريء، يقول عمر رضي الله عنه يقول علموا أولادهم السباحة والرماية وركوب الخيل. النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة مرتين، النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانة، النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم شارك مع شباب كانوا يرمون بالنبل. هذه كلها أمور مهمة. بعض الناس للأسف الشديد عنده تدين مغشوش، بعض الناس عنده مفاهيم مغلوطة في قضية التعامل. طبعا هذا ما أقول من كيسي، لا أقول من واقع، يشكون بعض النساء بعض الأولاد الوالد متدين الوالدة متدينة، بل بعض الأمهات تجبر ابنتها على الحجاب في وقت مبكر، يعني عمره 4 أو 5 سنوات
وتحجبها، سبحان الله تحجبها طبعا في غير الصلاة حجاب. لا، الطفل عنده فترة سنية، هذا يحتاج أن يعني تشبع رغبته ويقضى وطرة في مسألة الأشياء التي هي من ما تتناغم مع الفطرة الإنسانية، خاصة مرحلة الطفولة، وهذه مسألة غاية في الأهمية. لما يقضي الطفل وطرة وما يكون محروم من الأشياء التي هي حق من حقوقه، اللعب، اللهو البريء، امتلاك الأشياء، إعطاءه مساحة في قضية المشاركة مثلا في السباحة، في الرماية، في ركوب الخيل، في يعني التربية الجسمانية، تربية البدن وكذا، أعتقد بأن هذا كفيل بإذن الله تعالى أنه ينشأ تنشئة بعيدة عن العقد النفسية، بعيدة عن الأزمات النفسية، فيكون له مشاركة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أنس بن مالك في حاجة وتأخر عليه، بحث عنه وإذا به يلعب مع الأطفال، فأتاه من 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 خلفه وقال يا أنيس، فهي يعني كأنه يقول أين الحاجة اللي بعثتك بها؟ فذهب أنس، ما قال لماذا لم تلعب، ما قال كذا. وهذه حقيقة مسألة مهمة جدا، كفيلة بحول الله أن تنشئ جيل يعني صالح يجمع بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد. مسألة أخرى، قضية العدل بين الأولاد كفيلة بإذن الله تعالى في إخراج جيل جيد، جيل صالح ينشأ على طاعة الله، ينشأ على القيم والمبادئ. هذه مسألة مهمة، ولذلك لذلك مثلا عندنا فيما يتعلق بمسألة العدل بين الأولاد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري لما نحله والده نحلة، يعني عطاها أظن جاء في لفظ قطعة أرض، فأمه قالت لزوجها بشير أشهد رسول الله، كانت فقيها، فكأنها ما رغبت في مثل هذا التعامل، فذهب بشير بن سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا لا يا رسول الله. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وفي لفظ قال لا تشهدني على جور، وفي لفظ قال أشهد على هذا غيري، من باب التغيض عليه والإغلاظ له. فهذا هذه التربية العظيمة، قضية العدل بين الأولاد، كفيلة بإذن الله تعالى في تنشئة صالحة، لأن الولد إذا في مشكلة كبيرة، مسألة التمييز بين الأولاد حتى في المشاعر، يعني قضية الأموال حتى المشاعر أيضا. ولذلك في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار أحد الأنصار وكان عنده في بيته، فجاء غلام ولد له، يعني مسرعا فأخذه والده فضمه وشمه وقبله وضعه على حجره، وضعه على حجره، ثم جاءت جارية بنت صغيرة فأخذها وضعها بجنبه، ما شمها ولا قبلها ولا ضمها، وضعها بجنبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا الموقف يمر بسلام، قال هل عدلت بينهما؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يعني معنى وفحولك أنك ظلمت حتى في المشاعر. من المهم جدا، ولذلك مما يذكره العلماء من الفوائد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن عرق الحسد حينما الذي نبض في صدر إخوة يوسف كان سببه قول الله عز وجل على يعني ألسنة هؤلاء، لما كادوا ليوسف كيدا كبارا، كان دعواهم بأن يعقوب يفضل يوسف عليه، يعقوب يفضل يوسف عليه، ولذلك نبض عرق الحسد، وهذا أثر حتى على قضية التعامل، تعامل الوالد مع أولاده، تعامل الأولاد مع بعضهم بعض، وهذه حقيقة مسألة غاية في الأهمية. مسألة أخرى ما يتعلق بقضية الترغيب والترهيب، هذه أساس حقيقة في كل شيء. الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، الآيات القرآنية فيها الترغيب وفيها الترهيب، الأحاديث النبوية فيها الترغيب والترهيب، وقد أحسن الحافظ المنذري رحمة الله عليه حينما صنف هذا الكتاب العظيم الترغيب والترهيب، وجمع فيه
يعني ما صح وما لم يصح في قضايا الترغيب والترهيب، وما هذا الكتاب مخدوم ولله الحمد والمنة. والمقصود أن يعني التربية أيضا تقوم على الترغيب وعلى الترهيب، هي ليست فقط، لأن مثل قضية الخوف والرجاء، يعني من كانت حياته مبنية على الخوف ظل ضلالا مبينا، ومن كانت حياته مبنية كلها وعلى الرجاء زل يعني زللا خطيرة. كذلك قضية الترغيب والترهيب، قضية التعامل، مسائل التربية، يعني بعض الآباء تربيته لأولاده قائمة مثلا على الترغيب فقط، قائمة على مثلا قضية يعني هناك عاطفة جياشة غير منضبطة، فتجد دائما تربيته لأولاده قائمة على تلبية الطلبات وتلبية الرغبات، ويعني عدم يعني ليس في قاموسه لا، ما عنده في قاموسه كلمة لا، كلها نعم حاضر كذا. وهذا يخرج لنا جيل مترهل ضعيف مهزوم. لماذا؟ لأنه لا يمكن لهذا الجيل أن يواجه الحياة بمصاعبها بمشاقها بأزماتها بعقباتها بمفاوزها. في المقابل بعض الناس ما عنده إلا لا، ما عنده في قاموسه نعم، وإنما لا لا لا. وهذا طبعا يمكن قد يكون أقل قليل، يوجد بعض الناس لكن قليل في مقابل هؤلاء الذين يستسلمون للعاطفة. ولذلك بعض الناس يعني أولاده يخرجون أيضا يحملون عقد نفسية، يحملون أزمات، يحملون إشكالات، فهنا يأتي الخطر. ولذلك أحيانا أنت بعض الناس مثال قضية الأكل والشرب، يعني مسألة الأكل الآن طلب الأولاد مثلا ما يسمى بالوجبات السريعة، بعض الآباء يستسلم استسلام كامل، يرى بأن هؤلاء هذا حق لهم عليه، هذا مثلا يعني رغبة، ما يريد أن يقف أمام هذه الرغبة كذا، ثم النتيجة ما هي؟ أمراض، أسقام، يعني بلاء مثلا، أنا أضرب مثال طبعا. لكن لو أنه جعل نظم هذه المسألة وما سمح بمثل هذا الانفتاح على الوجبات السريعة اللي أغلب الناس الآن أغلب أهل الاختصاص يرون بأنها ضارة غير نافعة، يرون يعني أغلب السمنة الآن الموجودة في الأطفال سببها مثلا الوجبات السريعة، لما يقول الوالد لا أو نأخذ من هذا أو ما كل شهر وكذا، هنا جمع بين يعني بين قضية الترغيب والترهيب، أيضا وضع نظام وضع قانون، يعني قضية أن والله الأمور هكذا ما يمكن، كل شيء في الحياة له قانون وله نظام، له قانون وله نظام. ولذلك مسألة الترغيب والترهيب مهمة، مسألة الترهيب والترغيب مهمة، ولأجل هذا من المهم جدا أن يسمع الأولاد من الوالدين كلمة لا، كلمة لا لا يسمعون هكذا من باب التشهي والهوى أو من باب والله هكذا لأجل أن أقول لا، لا، في مسألة مهمة. والولد هذا كما ذكرت أنا السر أبيه، إذا كبر سيتعامل مع أولاده بنفس المعاملة اللي أنت تعاملت معهم فيها. عندي مسألة مهمة لعلي أختم فيها، والزملاء يقولون يعني نصف ساعة وكذا ممكن أطلت شوي، مسألة قضية الفكرة المغلوطة عند كثير من الآباء فيما يتعلق بالمهددات التي تعترض طريق الناشئ أو الأولاد أنها فقط في الجانب السلوكي الأخلاقي، وهذا لا شك بأنه مسألة غاية في الخطورة، لكن ينسون الجانب العقدي الجانب الإيماني. أغلب الناس الآن ملاحظاته على أولاده المراقبة المتابعة الحذر هو في الجانب السلوكي، يعني يوجد مثلا بعض المواقع بعض المنتديات هذه طبعا يحذر منها الآباء أكثر، لكن في هناك أشياء أخطر من قضية الشهوات، في مسألة الشبهات الآن التي اختطفت كثير من أولادنا ورمتهم في يعني حفر الإلحاد وفي مستنقعات البعد عن الله عز وجل، التشكيك في عقيدتهم في دينهم في إيمانهم، وهذه مسألة أخطر يا أخواني. ولذلك الشهوة في الغالب يتاب منها، لكن الشبهة مشكلة. ما الذي أخرج آدم؟ أخرجه
الشهوة، أخرج آدم من الجنة الشهوة، فلما تاب تاب الله عليه. لكن لاحظ إبليس ما الذي أخرجه؟ الشبهة، قال أسجد لمن خلقت طينا، ولذلك لعنه الله وأكفره وسخط عليه إلى أبد الآبدين. ولذلك إبليس من أهل النار لأن معصيته كانت شبهة، أما آدم فكانت شهوة. هذا لا يفهم أنني أقلل من قضية الشهوات، لا، أنا أريد أن أرفع مستوى الحس الأمني والحس حس الحذر عند الوالدين في ملاحظة، في مراقبة الأولاد وملاحظتهم فيما يتعلق بهذه المواقع أو هذه المنتديات أو هذه الحسابات التي تبث السموم وتستهدف العقيدة، تستهدف الإيمان. عندنا الآن ظاهرة لا يجوز لنا أن يعني أن نغض الطرف عنها، لا يجوز لنا أن نتساهل في قضية والله نقول لا الأمر سهل، لا ليس بسهل. قضية الإلحاد، قضية يعني كثير من الأولاد إن لم والعياذ بالله يلحد فهو أصبح على متردد، عند شك، عند كذا، بسبب ماذا؟ سبب هذه المواقع اللي تستهدفهم. لذلك إذا أردنا أن ننشئ جيل صالح لابد حقيقة التحصين منذ وقت مبكر، التلقين منذ وقت مبكر، التربية أيضا. يعني بعض الآباء مثلا، بعض الأولاد اللي مروا علي عنده حماسة للإسلام وكذا، فيدخل بعض المواقع من باب ماذا؟ من باب الرد على هؤلاء الملحدين، وهو غير مؤهل لذلك، ليس عنده أدوات الحوار، ما عنده القدرة والأهلية على معرفة مكر القوم وكيف يدخل ويخرج، ولذلك أصبح صيدا سهلا وضحية من ضحايا هؤلاء. أنت لما تقول لابنك لا، هؤلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من سمع بالدجال فلينأ عنه. لماذا؟ أنا عندي إيمان، طيب ليش ما أروح أتفرج على الدجال؟ لا، هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا إذا سمعنا بالدجال لا نحرص على رؤيته. طبيعة النفس البشرية الاستشراف والتطلع لمثل الغرائب والعجائب ومعرفة تفاصيل هذه الأمور وتتبعها، لكن الدجال آية من آيات الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا منهج ابتعد عنه. كذلك الدجاجلة الآخرين، هناك دجال كبير، هناك دجاجلة، الدجاجلة هؤلاء أيضا لا يجوز للإنسان أن ينظر، لا يستمع إليهم ولا يتتبع مواقعهم ولا كذا صيانة. هذه تربية، لما تربي ابنك على هذا الأمر وعلى أن هؤلاء حتى قضية السماع لهم، لأن بعض الناس الآن يروج لك، وهذا مكر كبار في قضية والله عدم الوصايا. يلقنون الآن بعض الشباب يقول لك أصبح ما في وصايا الآن، الحمد لله أنت حر تسمع ما تشاء، تشاهد ما تشاء، تتابع من تشاء. من هذا الباب دخلوا على أولادنا، ولذلك أصبحوا صيدا سهلا ووقعوا في براثن هذه الأمور المحرمة. عموما خلاص جاني تنبيه على يعني نهاية المحاضرة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ المسلمين جميعا. لا يسعني في ختام هذه الكلمة إن صح التعبير إلا أن أتقدم بالشكر لإخواني المشايخ الفضلاء في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بحائل على جهودهم المشكورة والمذكورة وعلى هذا الترتيب الرائع، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وإن شاء الله نلتقيكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ عزيز بن فرحان عنزي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلته من كلمات النيرات في ميزان حسناتكم، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله جميعا أن يجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه. باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها مدير فرع الوزارة بمنطقة حائل الشيخ محمد بن عمر السايح، نتقدم بالشكر لفضيلتكم، وإن شاء الله تأتون قريبا إلى حائل في محاضرة حضورية بإذن الله. يا رب يا رب، الله يفرج إن شاء الله. وأشكركم، أشكر الشيخ محمد أيضا مدير الفرع، أشكر معالي الوزير، أشكرك الشيخ متعب على وجه الخصوص على الترتيب والعناية، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.